We are thrilled today to host a lecture given by Professor Madawi Rashid. Dr. Madawi Rashid is a visiting professor at LSE, Middle East Center. She is very famous since she and has many books already published. Since joining Middle East Center, Madawi has been conducting research on mutation among Saudi Islamists after the Arab Spring, and her research focuses on the new interpretation of Islamic tasks prevalent among a small minority of Saudi reformers. Today, Professor Rashid will talk about King Salman and his son winning the US and losing the rest. We have asked her to give the lecture in Arabic because we are committed to put everything on a YouTube channel, and we believe that this will give a wider reach for the lecture for everyone in the region. So welcome, and thank you so much for coming and accepting to give this lecture, and the floor is yours. Thank you, Huda. يعني هذه فرصة فريدة. It's not working. Yeah, Eddie. ما سمعتوا لو مش سامع تاع هون او اعطينا انا عندي هيدا المايك واصل لعندي بس تسجيل فين الباب هلا كمان اوكي طيب خلص يعني نستغني عن الميكروفون يعني اولا صباح الخير فرصة لا تفوت هي فرصة جاءت متأخرة ربما الكثير لا يعلم أنني قضيت سنة كطالبة هنا عمرها 19 سنة في الجامعة الأمريكية في بيروت انتقلت من الانترناشنال كوليدج الاي سي إلى الاي يو بي ولكن المرحلة تم قطعها بطريقة سيئة ويعني محزنة حيث بدأ الاجتياح الإسرائيلي في شهر حزيران 1982 واضطريت أن أترك الدراسة في بيروت وأرحل إلى ما وراء البحار فهذه المرة الأولى بصراحة التي أعود فيها إلى بيروت إلى الجامعة الأمريكية في بيروت وأعطي هذه الفرصة لأن أناقش بحث أو أبحاث عدة كنت قد قمت بها خلال السنوات الماضية فقد طلبت مني الأخت هدى أن أتكلم عن موضوع السعودية والمجتمع المدني وكما ترون أن العنوان عنوان المحاضرة هو السعودية وكيف أنها كسبت الولايات المتحدة وخسرت البقية البقية طبعا كلمة كبيرة مفتوحة وسأحاول أن أفصل هذه الخسارة وكذلك سأتكلم عن ماهية التجربة لحالة خاصة من المجتمع المدني في دولة قمعية يعني نحن نتكلم عن المجتمع المدني وهناك عدة أطروحات في العلوم السياسية والاجتماعية وحتى الأنثروبولوجية تعنى بمصطلح المجتمع المدني وكيف هو نهضة حقيقية لمجتمعات كالمجتمعات العربية وتؤخذ التجربة من التجارب الأوروبية أو الغربية ولكن أنا سأتحدث عن مفهوم وتجربة المجتمع المدني في دولة كالسعودية سأبدأ أولاً بإعطائكم صورة مبسطة ومختصرة عن الوضع في السعودية خلال السنة أو السنتين الماضيتين عن موضوع الشأن الداخلي أولاً هناك تحول إلى ما يسمى الدولة السعودية الرابعة وهو مصطلح تم تداوله في الإعلام الرسمي الذي يحاول أن يعطي صفة للتحولات أو التغييرات التي حصلت مع بدء حكم الملك سلمان سوري الكل بيتكلم عربي ها ما في أحد عنده مشكلة أوكي فهذا التحول الذي سمي الدولة السعودية الرابعة بناء على تاريخ كان قد تطور منذ القرن الثامن عشر حيث بدأت الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة
ولكن منذ 2015 نحن بصدد تحول يسمى إعلامياً ورسمياً بالدولة السعودية الرابعة. هذه الدولة السعودية الرابعة لها بعض المواصفات. أولاً الصفة أنها سأبدأ بهيكلية النظام ومن ثم أتحول إلى المجتمع. ورغم أن لا يوجد انفصال بين النظام والمجتمع، بل هناك علاقة مترابطة بين الاثنين. التحول الأول على مستوى النظام هو أن السعودية في الدولة الرابعة قد تحولت من دولة تحكمها عدة اقطاعيات أميرية أو ما يسمى فيفدومز. كانت هذه الفيفدومز أو الإقطاعيات مرتبطة بأمراء من الجيل الأول. هذه عدد الأمراء كان يختلف حسب كل حقبة تاريخية، فهناك يعني بعض الأمراء الذين ارتبطت أسماءهم بمقاطعة ليست هي أرضية، يعني تعتمد على أرض أو تيريتوري، بل تعتمد على وزارة أو على منصب مهم. كان هناك عدة مقاطعات تم تقليصها منذ 2015 إلى مقاطعة واحدة. فهذه المرة الثانية التي تدخل فيها السعودية كنظام مرحلة النظام الملكي المطلق المتعلق بشخص واحد، رغم أن هناك تجارب خلال السنوات الماضية حيث كانت السعودية تحكم من قبل ملك واحد، إلا أنه كان يشترك في الحكم مع عدة ملوك يشاركونه، ملوك يعني بين قوسين، يشاركونه القرار والمال والاستراتيجية والسياسة. فانتقلنا من عصر المالتيبل فيفدوم أو الإقطاعيات المتعددة إلى ملك واحد، وهذه المرحلة التي نمر بها في هذا الوقت. كذلك التحول الآخر هو تحول معنى بتوريث الحكم. توريث الحكم كان يأخذ منحى غريب لم يمارس تاريخيا في أماكن عدة، وهو انتقال السلطة من الأخ إلى الأخ. ولكن عام 2015 وصل النظام السعودي إلى مرحلة أنه لا يوجد عدد كافي من المرشحين لتولي هذا المنصب بسبب إما العمر المتقدم أو المرض أو عدم صلاحية أو الأهلية لتولي منصب الحكم. فاستطاع الملك سلمان أن ينقل السلطة إلى ابنه بعد أن أزاح عدد كبير من الأمراء الجيل الثاني الذي كان بإمكانهم أن يصبحوا ملوك كمحمد بن نايف أو متعب بن عبد الله. فتم إزاحة هؤلاء ونقل السلطة بشكل عمودي من الأب إلى الابن، وهو النمط في الملكيات التي كنا نعرفها، خاصة كنمطها الغربي أو في بعض الملكيات العربية التي لا تزال باقية. أما التحول الآخر فهو تحول محاولة لتطهير الساحة، وأنا يعني أقصد تطهير يعني إزاحة بطريقة عنيفة كل ما يمكن أن يشكل خطر على هذا النمط الجديد من التوريث، وخاصة أن محمد بن سلمان والملك سلمان استطاع أن يزيح عدد كبير من الأمراء، وإزاحتهم تمت على أساس مبدأين: إما أن يشكلوا خطر عسكري على السلطة وعلى مبدأ التوريث العمودي، أو أن يشكلوا خطر اقتصادي على النمط الذي يريده أن يستمر في المملكة. فأي ملك أو أمير عنده قاعدة عسكرية كحرس وطني أو قوات طوارئ أو أي مجال لاستعمال القوى العسكرية ضد الملك وابنه، تم إزاحتهم وتصفيتهم خارج يعني بوتقة الحكم الضيقة، والاستغناء عنهم بجلب عدد آخر من الأمراء أصغر سنا كانوا من الأمراء المهمشين من الناحية الجينيالوجي، يعني نسبيا ليسوا هم من المركز في أسرة آل سعود، وقد أتوا مثلا بشخصية من آل المجرن وهم طرف من أطراف العائلة لأن يتنصب كرئيس للحرس الوطني. وكذلك هناك عدة مناصب استحدثت وجلبوا إليها الأمراء البعيدين عن المركز حتى تخلو الساحة من أي منافسة. التحول الآخر هو اقتصادي.
في رؤية سلمان 2030 محمد بن سلمان 2030 كان هناك تحول للاقتصاد السعودي من رأسمالية مركزية إلى رأسمالية نيوليبرالية، يكون يعني أهم عوالمها خصخصة مؤسسات الدولة، سعودايزيشن يعني سعودة الوظائف، فرض ضرائب جديدة، وكذلك خصخصة أهم مصدر للثروة وهو 5% من شركة أرامكو، شركة النفط التي يعتمد الاقتصاد السعودي عليها. فهذا التحول ربما يعتبره البعض نقلة نوعية، لكن يجب أن نفهم أن الاقتصاد السعودي يعني كرأسمالي ممركز محورية الدولة فيه كبيرة، انتقل يعني إلى نوع من الانفتاح، نوع من الانفتاح في بيئة تنعدم فيها الشفافية، وهذا يعني النمط اعتمد عليه من قبل دول عربية أخرى، أولها أعتقد مصر في السبعينات قررت الانفتاح وبيع مؤسسات الدولة وخصخصتها إلى الخارج، وكانت يعني رؤية 2030 هي رؤية معلبة موجودة على رف IMF أو على رف ماكنزي إنستيتيوت، تم جلبها وتطبيقها في السعودية دون أخذ بالاعتبار كيف يمكن تطبيق هذه الوصفة الجاهزة دون الأخذ باعتبار علاقة الدولة بالمجتمع، الاقتصاد، القطاع الخاص في السعودية، وكيف أن هذا القطاع الخاص مرتبط ارتباط كلي بالدولة، وأن المستفيد منه هم أبناء الأسرة المالكة أولا، وحلقة أخرى من أبناء الشعب الذين كثير من مؤسساتهم تكون واجهة لأمراء خلف هذه المؤسسات. فبانعدام شفافية الاقتصاد ربما تكون هذه الهايبر مودرن اقتصاد يعني مستحدث يحاول أن يقطع اعتماد النظام السعودي على النفط كمادة أولى وفتح المجال للتعددية الاقتصادية على مستوى المجتمع. هناك أيضا تغييرات حصلت أو يعني أعلن عنها، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم يعني لم تتم بالشكل المطلوب لأن الفترة قصيرة أو لأن النية غير موجودة، وهي أن نخلق إسلاماً معتدلاً. فهذه خرجت كتصريحات من محمد بن سلمان أنه يريد أن ينهض بالسعودية ويخلق إسلام معتدل، وارتبط الإسلام المعتدل ببعض الإصلاحات الاجتماعية، يعني تسمى إصلاحات وهي لكن قرارات ملكية، كمثلاً السماح للمرأة بقيادة السيارة، السماح للحفلات المختلطة، الاحتفال باليوم الوطني في السوق، الانفتاح الاجتماعي. كل هذا يأتي من باب أننا الآن في مرحلة إسلام معتدل. يعني الإسلام المعتدل هو يعني مصطلح كبير جدا، ولم نعرف أن إسلام معتدل قد جاء بأمر ملكي في أي من الدول العربية أو الإسلامية حتى. الإسلام المعتدل يحتاج إلى نقاش، حوارات، مدارس فقهية متعددة، مجلس علماء يكون تمثل فيه جميع المدارس الفقهية وليس فقط كقرار ملكي. ما معنى الإسلام المعتدل؟ لا نعرف ما معناه حتى هذه اللحظة، سوى أننا نستطيع أن نقود السيارة عام 2018، أو ربما نستطيع أن نحضر حفلة كونسرت أو أي نوع من الترفيه. وكذلك استحدثت هيئة للترفيه، ربما كانت يعني مرآة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد تم تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف واستحداث مؤسسة جديدة اسمها هيئة الترفيه، تكون مسؤولة عن ترفيه الشعب وتحضير الحفلات لكن كل هذا يعني نحن في صدد استحداث حداثة اجتماعية دون مثلا الحرية التي تسمح بمثل هذه الحداثة. حتى هذه اللحظة لا يوجد مسرح، وإن وجد مسرح هل استحداث مسرحية تكون من المسرحيات المسلية دون أي يعني رسالة اجتماعية أو سياسية أو حتى دينية؟ حتى هذه اللحظة هذه من الممنوعات. وكذلك استحداث الإسلام المعتدل يأتي في لحظة أن الإسلام المعتدل سيأتي عندما نجمع جميع العلماء الذين لا يقبلون بسياسات محمد بن سلمان ونزج بهم في السجن. منذ شهر سبتمبر حدثت حملات اعتقالات لا تزال
قائمة حتى هذه اللحظة. فهذا ما يحصل على مستوى النظام. سأنتقل سريعا إلى المجتمع، وهو برأيي هناك نقطة مهمة عن علاقة بالولايات المتحدة، وربما هذا يعني جزء من العنوان الذي طرحته للمحاضرة، هو أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية كانت في حالة سيئة خلال عصر أوباما، وأن العلاقة رغم أنها كانت متعثرة إلا أننا نعرف أن أوباما مثلا باع للسعودية أسلحة بمقدار 115 بليون دولار، وهو رقم قياسي بالنسبة للرؤساء السابقين. يعني رغم تدني مستوى العلاقة كان هناك تفاهم بين السعودية والولايات المتحدة في عهد أوباما، كان من أبرزها أن أوباما يستمر في يعني عدم انتقاد السياسة الإقليمية للنظام السعودي، خاصة عندما تدخل في البحرين عام 2011، وعندما تدخل في اليمن بقوة عسكرية يعني هائلة عام 2015. فكان الصمت الأمريكي على الملف البحريني، الملف اليمني، وكذلك الملف السوري، كان هناك تعاون بين السعودية والولايات المتحدة بشأن الملف السوري. هذه العلاقة بقيت على حالها، ولكن عندما جاء سلمان تزامن ذلك بعد سنة من انتصار ترامب، وكان هناك صفقة، يعني الإدارة الأمريكية كانت معولة ووضعت كل بيضها في سلة محمد بن نايف الذي كان وزير الداخلية، على أساس أنه مروض القاعدة وهازم الإرهاب، وقد بنى يعني سمعة كبيرة في مراكز القرار في الولايات المتحدة وعند الاستخبارات الأمريكية. لكن حصل تغيير مع ترامب لا يمكن أن نفهمه إلا إذا يعني وضعنا بعض الأمور في مناصبها، حيث وجدنا أن الإدارة الأمريكية مع ترامب سرعان ما قبلت بتنصيب محمد بن سلمان كولي للعهد وعزل محمد بن نايف. أنا أعتقد أن لهذه الصفقة عدة وجوه. الوجه الأول هو أنهم قبلوا بمحمد بن سلمان بسبب الوعود التي وعدها لترامب بأنه سيضخ الأموال في الاقتصاد الأمريكي وسيكون هناك يعني نهضة اقتصادية و فرص عمل ستتوفر في الولايات المتحدة نتيجة هذه الأموال التي ستضخ في الولايات المتحدة. الصفقة الأخرى أن شركة أرامكو عندما يتم خصخصة 5% منها يتم ذلك في نيويورك، وهذا ما يتمناه ترامب. الصفقة الأخرى إقليميا أن هناك تعاون، وأنا أعتقد تطبيع قد بدأ بين السعودية وإسرائيل، وهناك عدة أبحاث يعني تؤصل لمدى ترابط الاقتصادي والعسكري في بين إسرائيل والسعودية. إلى ما هنالك يعني من صفقات كانت قد تمت منذ عام 2015 إلى هذه اللحظة. وعندما جاءت الزيارة التاريخية لترامب إلى السعودية إلى الرياض، كان هناك يعني نوع من الاحتفال به، وكذلك إعادة تأهيل لترامب عند زعماء العالم الإسلامي، عندما جمع محمد بن سلمان لترامب أكثر من 50 رئيس دولة إسلامية ليعيد تأهيل نفسه، خاصة بعد أنه يعني استفز كثير من في العالم الإسلامي من رؤساء وزعماء بسبب سياسته وعنصريته في الولايات المتحدة. فأعتقد أن النجاح الذي حققه محمد بن سلمان على مستوى النظام حتى هذه اللحظة أنه أعاد العلاقة الحميمة بين الولايات المتحدة والسعودية حتى هذه اللحظة. المشكلة أن محمد بن سلمان وترامب، يعني أنا أعتقد أن محمد بن سلمان شخصية صغيرة مرآة لترامب، عندهم نفس الأفكار، وهناك تقارب يعني فكري وبوبولست شعبوي. كذلك هم الاثنان يعتقدان أن بالمال يستطيعان أن يحققا كل شيء، وهذا يعني عامل مشترك جمع الاثنين. أما the rest، لنتحدث عن البقية. هناك المجتمع السعودي بأطيافه المتعددة واتجاهاته المختلفة ومناطقه يعني المتباينة. هناك نوع من السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا يفعل النظام السعودي في هذه البيئة وهذا النظام الذي يحاول أن يصحح نفسه ويعيد صياغة نفسه حتى يتمكن من التغلب عن أزمة؟ ما هي الأزمة في السعودية؟
بدون سياسة بدون اجتماع عندنا أزمة اقتصادية. الأزمة الاقتصادية منذ عام 2014 انخفض سعر النفط في دولة تعتمد اعتماد شبه كلي على النفط. هذا الانخفاض الانهيار لأسعار النفط أدى إلى خضة في السعودية، وهذه ليست المرة الأولى، يعني ما هو الجديد، حيث أن السعودية مرت في خلال يعني أكثر من نصف قرن في مثل ما يسمى دورات ارتفاع سعر النفط ثم انهيار سعر النفط. وك يعني دولة تعتمد على مادة أولية سعرها يقرره السوق العالمي، لكن المشكلة هذه اللحظة 2014 لماذا كانت الضربة قاسية؟ أولاً ضربة قاسية لأن عدد السكان السعودية لم يعد كما كان، عندنا أكثر من 23 ألف مع أكثر من 10,000 مهاجر، عندنا يعني توقعات مليون 23 مليون سوري، عندنا توقعات بالرفاهية. والمشكلة أن في السعودية إذا كنت في السعودية تنظر لا تنظر إلى ما يحصل في مصر وتقارن نفسك مع مصر، تنظر إلى ما يحصل في قطر أو في الإمارات. فهذه المشكلة أن عندنا دول غنية جدا في الخليج وشعب قليل جدا، فالمقارنة هي مع هذه الدول. لماذا مثلا البعثة التي يحصل عليها الشاب في قطر أو في الإمارات 3 أضعاف البعثة الذي يحصل عليها الشاب السعودي؟ لماذا مثلا الوظائف والمعاشات في قطر أو في السعودية في الإمارات أكثر بكثير من المعاشات في السعودية؟ لماذا الدولة توفر قروض في هذه البلدان؟ لماذا الدولة مثلا تلغي الديون التي يتعرض لها المواطن أو يتتراكم عند المواطن؟ فالسعودي يتوقع أن يكون مستوى معيشته مثل الدول النفطية جيرانه وليس الدول العربية الأخرى. فحصل هناك خلل، يعني خلل لن يستطيع النظام السعودي أن يستوعبه بخزينة ذات قيمة شرائية قليلة، خاصة أن الوعود التي يعدها النظام السعودي لشعبه أنه هو الذي يوفر له الأمن، الأمان، الرفاهية، العمل، المسكن، الصحة، التعليم، كل هذه الأمور. هناك يعني expectation و high rising expectation عند فئات كبيرة من المجتمع ستنصدم إذا توقفت كل هذه المعونات. هذه النقطة الأولى. هناك نقطة سياسية أيضا، لا ننسى أن 2014 جاء في لحظة حاسمة في العالم العربي، عندنا ثورات حراك، عندنا ثورات مضادة، كذلك يعني المنطقة العربية تغلي، وكان السؤال أنه هل يتجاوب المجتمع السعودي مع ما يحصل في مصر، مع ما يحصل في تونس، مع ما يحصل في سوريا؟ فكان هناك حالة غليان. ربما الآلة الإعلامية السعودية الرسمية والتي تمتلكها في الخارج لم تعطي صورة واضحة عما كان يحصل في السعودية منذ عام 2011 إلى 2014. كان هناك اعتراضات، كان هناك بيانات من مجموعات مختلفة يعني الاتجاهات الفكرية والسياسية، كان هناك حراك نسوي أيضا خرج بطريقة عفوية وطريقة منظمة، استغل أدوات التواصل الاجتماعي الإلكترونية حتى ينشر الفكر، ينشر ما يريد. فهناك حملات نسائية بعيدة عن السلطة، يعني كنا في السابق نتحدث عن نسوية الدولة أو النساء المرتبطات بالدولة الذين كانوا يعني ينظرون إلى الدولة كواهبة للحريات والحقوق. فكان هناك مجموعات نسوية مرتبطة بهذا المشروع، لكن خرج نوع من النسوية في السعودية لم تكن مرتبطة بهؤلاء وكانت غير مؤدلجة، يعني لا تصب في خانة ليبرالية أو إسلامية حسب تقسيمات المجتمع في السعودية. فهذا الحراك اتخذ لنفسه مساحات كانت خارج سلطة الدولة. مثلا الحراك الذي كان يطالب بسياقة السيارة هو حراك نسوي ليس للدولة علاقة به كما بدأ. وكذلك أيضا حراك عن رفع الوصاية عن المرأة،
الغارديانشيب سيستم. فعدة يعني حملات قامت بها فتيات ناشطات استغلوا يعني الخبرة التي تراكمت في السعودية من الجيل الذي سبقهم وبدأوا هذا الحراك. فخافت الدولة من هذا الحراك، يعني ربما أن المرأة أو موضوع المرأة لا يهم الأنظمة القمعية، بل بالعكس أنا أعتقد هو في صلب الدولة السعودية، لأن شرعية الدولة كانت تقوم في السابق على نص أو مقولة أنها تحمي المرأة وتحمي شرف المرأة. وقد كتبت عن هذا الموضوع في كتاب اسمه The Most Masculine State، الدولة الأكثر ذكورية. شرعية الدولة السعودية قامت على أنها الدولة الإسلامية الوحيدة التي تحمي عرض المرأة وتحمي شرف المرأة. لذلك تم تحول في الدولة السعودية الرابعة، أن الدولة السعودية الرابعة هي من تزج بالمرأة في مشروع حداثي. فهناك تحول. لذلك يعني المرأة وحقوق المرأة هي لغة حقوق يخافها النظام. عندما كانت المرأة ومصيرها مرتبط بمشروع الدولة كان لا يهمها موضوع الجندر أو النسوية، ولكن عندما أخذ هذا الحراك منأى مستقل عن سياسة الدولة امتطت الدولة حراك المرأة حتى تكون لها الأولوية والقدرة على أن تبين أنها هي التي تنهض بالمرأة. حتى لاحظوا أن عندما أعلن عن موضوع سياقة رفع الحظر عن سياقة السيارة كان هناك تعميم لناشطات أنهم ليس لهم الحق في الكلام مع الصحافة الغربية خاصة حتى لا يمتلكوا المشروع. يعني كان هناك نساء معينات لهم الحق في الكلام عن موضوع السماح للمرأة بقيادة السيارة لكي يقولوا أن الملك أو ابن الملك هو الذي أعطانا حق القيادة، أن حراك المرأة كله يجب أن يطمس. فهذا الذي حصل. يعني لذلك عندما نتحدث عن ما حصل في السعودية عام 2014 حتى هذه اللحظة هو محاولة لاستيعاب الحراك الذي كان يحصل دون أن نكون على علم به أو دون أن يعطى حقه. فمثلا سأتكلم عن يعني حالة قمت بدراستها، هي مشروع كان يسمى جمعية حقوق المدنية والسياسية في السعودية أو باختصار حسم. حسم موضوع يعني هو بناء مجتمع مدني لا يكون مرتبط بالسلطة، لأننا نعرف يعني كيف أن بعض السلطات في العالم العربي تبني نوع من المجتمع المدني المرتبط بها لتقول أنها فتحت المجال للمجتمع المدني، يعني غرينغوز المجتمع الحكومي. لكن حسم كانت بالفعل يعني نشاط اجتماعي كان بالفعل يعني يمثل بذور لنمو فكر مجتمع مدني بعيد عن الاصطفاف المناطقي القبلي الطائفي أو حتى الطبقي. حسم كان الفكرة منها أنها مجموعة من الناشطين، بعضهم كان ليبرالي إسلامي يساري، بعضهم كان معنى بحقوق الإنسان فقط، فاجتمعوا مع بعض وأسسوا هذه الجمعية رغم أن حينها 2009 كان المشروع ممنوع لأن لا يوجد قانون للمجتمع المدني، رغم أنهم بعد سنتين قرروا أن هناك قانون لكن لم يكسبوا التصريح لتأسيس مجتمع مدني أو جمعية مدنية. فكان عندهم مطالب، كانوا يذهبون إلى السجون يجمعون انتهاكات التعذيب في السجون، حتى أن نشاطهم لم يكن مقتصر على السعوديين بل وسعوا النشاط ليشمل حقوق المهاجرين في السعودية. فكانوا استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي لكي ينشروا فكرهم، ومن ثم تم اعتقالهم. فخلال فترة الاعتقال ذهبوا إلى المحاكم وقرر النظام أن تكون المحاكمات علنية. فبعد يعني عدة أشهر كانوا ينشرون الحوار الذي يدور في المحاكم، وكان عندهم موقع على الإنترنت. فحسم يعني حاولت أن تنمو في بيئة قمعية.
قمت بالدراسة وراقبت يعني الخطاب، خطاب حسم والمساجلات التي حصلت في المحكمة. هذه المساجلات ولغة الحقوق انتشرت بشكل يعني غريب، حتى أن يعني موقعهم على تويتر والفيسبوك صار هناك لغط حول حقوق الإنسان وحقوق الحقوق المدنية والسياسية. فبالنهاية يعني انتهت التجربة ولكنها لم تنتهي، خاصة بعد أن صدر حكم بالسجن على مؤسسي حسم، وليس فقط مؤسسي حسم بل المحامين الذين دافعوا عن أعضاء حسم ومؤسسيها، وهم حتى هذه اللحظة في السجون. يعني حكم عليهم عام 2011 تقريبا عندما بدأت الثورات العربية، لأنهم حاولوا تحييدهم تماما، بين 10 و 15 سنة سجن، حتى أن بينهم قضاة، أحد القضاة سليمان الرشودي عمره كان 75 سنة، بعضهم كان أكبر من ذلك. حتى هذه اللحظة هم في السجن، وكذلك حكم عليهم بعد الخروج من السجن بمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى. يعني سليمان الرشودي عندما تنتهي جميع الأحكام سيكون عمره 105. فهذه التجربة يعني أعطتنا فكرة أنه يعني ما هي الخيارات المتوافرة لمجتمع تحت هذا النوع من القمع. يعني النظام السعودي كان يفتخر أننا لسنا كنظام صدام، لسنا كنظام عبد الناصر، لسنا كنظام بشار، يعني نحن لا يوجد عندنا قمع. لكن هذا النوع من القمع القليل يعني من الصحافة تستطيع أن تسلط الضوء عليه، خاصة وأن هناك تعتيم تام على تجربة على أي حراك في السعودية. إذا أخذنا الحراك على الأرض، هل السعودية كانت مهيئة لأن تقوم بمظاهرات كالتي حصلت في مصر، تونس إلى آخره؟ المجتمع السعودي يعني بطبيعته حرم من حق التظاهر السلمي أو الحراك السلمي منذ عام 1953 عندما خرجت أول مظاهرات في المنطقة الشرقية، حيث توجد يعني حقول النفط، والحركة العمالية الأولى التي خرجت من حقول النفط كانت متأثرة يعني بكثير من التيارات العربية الموجودة على الساحة من يسارية وقومية إلى ما هنالك. فمنذ 1953 منعت المظاهرات في السعودية، يعني قبل ذلك كانت موجودة. فخلال 50-60 سنة كان غير مسموح بالتظاهر، غير مسموح بالحراك السلمي بأي أشكاله، حتى يعني في السجون غير مسموح أن يكون السجين أن يقرر السجين أن يعني هانجر سترايك، ما غير مسموح به. لكن المشكلة حصلت أن هناك مظاهرات كانت قد تمت في السعودية منذ عام 2011 تجاوباً مع ما حصل في الدول العربية الأخرى. أول ما بدت المظاهرات في المنطقة الشرقية عند مجموعات شيعية في القطيف والعوامية وفي هذه المنطقة، تأثراً بالبحرين أيضاً، وليس فقط تأثراً، لأن المشاكل التي كانت عندهم والمطالب هي نفسها مطالب التي حصلت في مصر وفي تونس وغيرها. كانت مطالبهم بالتحديد تخص موضوع المساجين السياسيين الذين قضوا فترة طويلة في السجن دون محاكمة أو انتهى حكمهم ولم يخرجوا. وكذلك حصلت مظاهرات في المنطقة الشرقية، في المنطقة الداخلية في الوسطى، حيث خرج كثير من المتظاهرين يطالبون بنفس المطالب، إخراج الشعب يطالب بتحرير السجون. يعني هم لم يستعملوا الشعار المعروف الشعب يطالب بإسقاط النظام، الشعب يطالب بتحرير السجون. وخرجت عدة مظاهرات في القصيم، خاصة في بريدة في الرياض. وما حصل بعد ذلك؟ يعني أنا تفائلت أن المجتمع السعودي الذي لم يعرف التظاهر بأشكاله التي عرفتها مصر أو لبنان أو غيره من الدول العربية، أنه بدأ هناك بذور الوعي السياسي الذي يؤمن بالعمل السلمي كنمط للتغيير. ولكن كما كان متوقع تم القبض على المتظاهرين وأودعوا السجون إلى ما هنالك. يعني النمط معروف وقد شهدناه في كثير من المجتمعات العربية وردت فعل السلطة. يعني المهم أننا انتقلنا من العنف إلى الحراك السلمي، خاصة وأن السعودية في تاريخها منذ عام 1927 قد عرفت يعني موجات من
العنف كوسيلة للتغيير. منذ عام 1927 كان هناك الجهاديين، يعني الجهاديين ليس موضوع التاريخ الحديث، بل هو يعني جزء مرتبط بالتاريخ نشوء الدولة السعودية، لأن الدولة السعودية نفسها عندما تأسست في القرن العشرين، وأنا أتحدث عن الدولة السعودية الثالثة، عندما تأسست هي كانت دولة جهادية، دولة جهادية على أساس أن المقولة التي تم بموجبها تجييش المجتمع لتأسيس سلطة مركزية هي منظومة الجهاد، أننا نحن نجاهد الآخرين في المجتمع السعودي الذي لم يكن إسلامهم كإسلامنا. لذلك تم القضاء على أي مظاهر إسلامية تختلف عن المظاهر الوهابية، وكانت هذه هي الذريعة التي تم على أساسها تأسيس الدولة السعودية. لذلك الدولة السعودية هي أول دولة جهادية خلقت في العالم العربي. وبعد ذلك تم تصفية الجهاديين الذين اعترضوا على مسيرة الدولة منذ عام 1927، فكانت مثلاً مراحل مختلفة. 1965 عندما أدخلت الدولة أو النظام أدخل بعض المظاهر التحديث كالتلفزيون تم الاعتراض عليها، عندما أدخلت الدولة مظاهر تعليم البنات تم الاعتراض عليها، كذلك عام 1979 اعترض بعض المجموعات البقية من الجهاديين اعترضوا على مشروع العلاقة مع الغرب، وكانت حادثة مكة وجهيمان العتيبي في مكة 1979. في الثمانينات حاولت الدولة أن تصدر الفائض الجهادي إلى أفغانستان، وتم هناك مشروع يعني كان بمعاونة الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأخرى، كذلك باكستان انخرطت بالمشروع لتصدير الزخم الجهادي في الثمانينات الذي تزامن مع الثورة الإيرانية 1979 التي كانت تزايد على السعودية بمن سيكون أفضل في تحقيق أمان المسلمين والدفاع عن أراضي المسلمين. فكانت هذه المنافسة بين إيران والسعودية بعد 1979 حافز لتصدير الزخم الجهادي في السعودية إلى أفغانستان. وثم بعد ذلك 1990 عندما اعترض بقايا الجهاديين على استقدام 500,000 جندي أجنبي معظمهم أمريكي إلى السعودية من أجل غزو العراق للكويت. فكان يعني المشروع الجهادي موجود، لكن كان يتم إخماده بين الحين والآخر، إلى أن حصلت يعني التغير الذي جعل النظام السعودي يعيد صياغة نفسه مع سلمان 2015، حيث أنه بدأ يشعر وكأن هذا العبء الجهادي تحول إلى سلاح ضده. فمنذ تلك اللحظة 2015 هناك محاولة إيجاد مساحة بعيدة بين النظام وهذه المجموعات، لكن المغزى أن النظام أن المجتمع السعودي قد عرف المقاومة المسلحة ولم يعرف المقاومة السلمية، لأنها أولا ممنوعة، يعني الخيار عندما تريد أن تعارض النظام تحمل السلاح وتفجر، فهذا الذي كان مسموح به، يعني طبعا مسموح به ليس بأمر من النظام، وإنما لأنه الخيار الوحيد المسموح به. لو كان هناك خيارات أخرى ربما المجتمع السعودي لم يتبنى خيار العنف، ربما تبنى خيار المظاهرة، خيار الكتابة في الصحافة، لكن عندما يمنع المجتمع من التعبير عن نفسه حتى في مقال أو حتى في تغريدة أو حتى مقال على فيسبوك ليس في الصحافة، لا يوجد خيارات أخرى. لذلك المجتمع المدني وتطوره في السعودية جاء متأخر، ومن هنا حزم كانت تجربة يعني تفائلنا بها، لأنها أعطت نوع من القدرة على تجميع الأشخاص في جمعية رغم أنهم يختلفون ثقافيا أو فكريا أو إيديولوجيا. حتى هناك أيضا نوع من استراتيجية جديدة كانت موجودة، يعني أنا أعتقد منذ بداية الدولة السعودية، وهي تطييف الصراعات. تطييف الصراعات معناه أن فكر الدولة كان مبني منذ البداية على إلغاء الآخر المسلم، الآخر المسلم الذي لا يتفق مع المنظومة السعودية الوهابية. فالجهاد السعودي الذي كان
قد حصل قبل 1979، وحتى في أفغانستان لم يكن عنده الحس الطائفي خارج السعودية، حيث أن النظام نفسه يعني يوصف نفسه بأنه المدافع عن المسلمين. لكن حتى التغيير حصل عندما أصبح النظام السعودي يدافع عن أهل السنة فقط، يعني المسلم لم يعد في المنظومة السعودية هو المقصود الدفاع عنه، وإنما حصل تغير. إذا رصدنا الخطاب الرسمي أنه بدأ منذ أواخر التسعينات يعبر عن نفسه أنه المدافع عن أهل السنة والجماعة. ما هي تداعيات هذا؟ يعني على الأرض، على المجتمع، أنك اليوم إذا تريد أن تخلق كتلة اجتماعية أنت في نفس اللحظة تقسمها إلى طوائف. لذلك كانت الصراعات يعني منذ السنوات العشر الأخيرة تأخذ منحى طائفي خطير، ليس فقط في الداخل السعودي بل له تداعيات في الخارج. على صعيد المجتمع هناك أيضا انشطار أيديولوجي. الانشطار الأيديولوجي كان يغذى من قبل النظام. هذا الانشطار يقسم المجتمع إلى صنفين، الصنف الليبرالي والصنف الإسلامي. يعني كل الصحافة السعودية والمثقفين يجب أن يصطفوا، إذا كان لا يوجد مساحة مشتركة أو ما بين هذا التيار أو ذاك، وأي شخص يرفض أن يصنف نفسه يعتبر suspect، مشبوه يعني، وجميع التيارات تنظر له كأنه يعني خطر، لأن التصنيف يعني يستفاد منه. إذا ينشطر المجتمع إلى قسمين ليبرالي وإسلامي لا يمكن أن توجد مساحة بين الاثنين. فهذا الانشطار يساعد على تخلف المجتمع المدني وعلى يعني تأخر ظهوره بطريقة مفيدة للمجتمع، يعني لحقوق الإنسان، للعدالة. فكان هناك تداعيات لمثل هذا الانشطار. إذا مثلا سجن أحدهم، خذ مثلا قضية حمزة قشقري الذي كتب تغريدة يحدث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهب التيار الإسلامي يقول أن قشقري كفر، يجب أن يدخل إلى السجن ويحاكم. فأخذ هذا قشقري الطائرة وذهب إلى ماليزيا وتم إعادته، النظام يعني النظام أعاده من ماليزيا إلى السعودية ودخل إلى السجن لفترة ثم خرج. أما بالنسبة مثلا للإسلاميين، فتقوم المجموعات الليبرالية بتحريض النظام على أن هذا يدعو إلى العنف وإلى الكراهية، يجب القضاء عليه، فيستجيب النظام. يعني أصبح النظام خلق لنفسه قدرة على أن يكون هو الحكم بين تيارات منفصلة تعارض بعضها البعض، وأنه بدونه سيأكل البعض الآخر. من هنا يعني قضي على أي مشروع، حتى مشاريع تكون خيرية، إذا كانت هي هذه المشاريع لا تصنف تكون فرصتها في النجاح قليلة جدا. لذلك الانشطار الفكري والأيديولوجي كان مهم في تأخير بروز مجتمع مدني يتجاوز هذه التصنيفات. مؤخرا خاصة في الحالة الإقليمية والصراعات الإقليمية ظهر يعني هناك انقسامات جديدة بدأت تبرز، خاصة في الصراع مع قطر. ومن هنا جاء موضوع القبيلة أو القبلية الجديدة. القبلية الجديدة طبعا قبائل في السعودية ككل العالم العربي، يعني حتى لبنان أعتقد فيه قبائل، ربما أنها تسمى تحت مسمى آخر، لا غير طوائف. القبلية تعتمد على خطاب آخر، يعتمد على النسب وإلى ما هنالك من بارافينيليا يعني حول القبيلة. هذا الخطاب القبلي الجديد يعتمد على وجود قبائل لا يمكن أن تمحى ولن تمحى. فالصحافة الرسمية دائما تتحدث عن النعرات القبلية ويجب القضاء عليها، وأن لا إذا أعطينا الحق بالانتخاب لهذه المجموعات كل واحد سينتخب أخوه وابن عمه ويعني القرابة. لكن مؤخرا في الصراع مع قطر نجد أن الدولة نفسها تستغل العامل القبلي وتحشد القبائل في مهرجانات
يعني إذا ذهبت إلى يوتيوب سترون أن هناك قبائل في الجزيرة العربية، معظم القبائل لها يعني فروع في جميع الدول، في الكويت، في قطر، في الإمارات، حتى أن هناك قبائل يعني من السعودية لها فروع في سوريا والعراق والأردن، يعني ليش شيء بالجديد. لكن يحاول النظام أن يستغل البعد القبلي ويجري مهرجانات قبلية في السعودية ضد قطر، وكذلك من الجهة الأخرى يستعملون الموضوع القبلي لنفس الغاية. فمن هنا يعني عندنا انشطار قبلي فظيع في السعودية، وهذا الانشطار هو تغذيه الدولة رغم خطاب الوطنية. خطاب الوطنية يعني يأتي على مستوى رفيع على صفحات الصحافة، لكن ما يحصل على أرض الواقع يبين لنا كيف أن موضوع القبلية يستغل من قبل الأنظمة على حساب الخطاب الوطني أو القومي. فهذا الاستغلال للقبلية أيضا يولد نوع من الانشطار المجتمعي الذي يعرقل تطور المجتمع المدني أو العمل المشترك بين أطياف مختلفة. يعني ربما نخلي بعض الوقت للأسئلة، لكن أريد أن أختم ببعض الملاحظات. ما معنى أن يكون هناك مجتمع مدني في دولة قمعية؟ هل يا ترى النظريات الغربية عن المجتمع المدني وعن كيف أن المجتمع المدني هو القوة التي تنهض بالمجتمع إلى حالة ديمقراطية أو يعني حالة تشبه الديمقراطية، حتى لا نكون يعني متفائلين جدا. أعتقد أن المجتمع المدني هو نتيجة الديمقراطية وليس سببها. لا يمكن أن نتصور أن هناك مجتمع مدني في دولة قمعية، لا يمكن. ربما تكون هناك جمعية خيرية، بس حتى الجمعية الخيرية في السعودية، يعني إذا تنظر إلى الجمعيات الخيرية، حتى الجمعية الخيرية يجب أن يكون راعيها أمير أو أميرة. يعني ما معنى ذلك؟ القضاء على الحراك الاجتماعي، القضاء على قدرة المجتمع على تنظيم نفسه بنفسه دون تدخل السلطة، وهذا غير مسموح. لذلك يعني لا أريد أن أختم بعدم التفاؤل أو التشاؤم، لكن المجتمع المدني ربما نركز عليه في العلوم السياسية بشكل أكثر مما يستحقه، لأن نظرياته أتت من تجارب أمم تختلف اختلاف تام عن الدول العربية في الوقت الحالي. يعني ربما أن النظريات الأوروبية للمجتمع المدني تنطبق على المجتمعات العربية والإسلامية في العصور الوسطى، حيث أن هناك ما يسمى الجيلدز أو الأسوسيشنز مثلا للتجار وللعمال والفقهاء، كان هناك مساحة حتى في العصور الوسطى، كان هم مساحة في الدولة الإسلامية لبعض المجموعات لتنظم نفسها بنفسها. ولكن اليوم يعني تحت النظام القمعي الحديث في العالم العربي انتفت هذه المساحة وقدرة الإنسان على أن ينظم نفسه بنفسه ليؤسس مجموعة تحميه من تسلط الدولة وتغول الدولة في حياته الشخصية، حتى يعني ليس فقط في الشأن العام، بل هو في الحياة الخاصة، في الزواج، في الطلاق، في جميع ما يتعرض للإنسان. يعني اليوم التسلط والقمع العربي الحديث يتوغل حتى في جسد الإنسان. فمن الصعب أن أتحدث عن مجتمع مدني قد ينهض بالمجتمع ويشكل مساحة مستقلة عن السلطة في دولة قمعية. وشكراً للاستماع. الله يعطيكي ألف عافية زي ما بيقولوا في لبنان. احنا شاكرين جدا لهذه المحاضرة الغنية والمناسب بتوقيتها لتجديد الحديث حول دور السعودي سواء في الداخل أو في المنطقة العربية بشكل عام. احنا شاكرين لحضرتك انك حاولتي تتكلمي عن المجتمع المدني الناشئ أو المقموع داخل المملكة، باعتبار انه ده الفوكس بتاع معهد الاصفاري للمجتمع المدني والمواطنة الفعالة، لو في مواطنة فعالة. انا عايزة استغل دوري
الهوست بتاعت الجلسة واسأل سؤالين وبعدين نفتح. أنا عجبني جدا التفرقة اللي انت عاملاها ما بين القبلية والنيو قبلية، وباعتبار ان القبلية هي أساس للشرعية في علاقتهم، في علاقة السلطة السعودية بالمجتمع، والنيو قبلية اللي أنا بقترح نسميها الدولة القبيلة مش القبيلة التاريخ، بمنطق انه في نوع من التماثل الشديد ما بين النظام السعودي وقبيلة، من النظام القطري وقبيلة، فاحنا هنا مش في القبيلة أز تاريخ، إنما في قبيلة أز نظام. وأحب لو تقدري تعملي إلابوريتنج على المقابلة دي، في إنه في حاجة اسمها تريبلزم وفي حاجة اسمها نيو ترايبلزم. النقطة الثانية ممكن تنتظر هي اعتراضي رغم الصداقة والإعجاب، بس بما إننا هنشتغل سوا، على النظرة اليوروسنتريك اللي يعني إيه مجتمع مدني، بمنطق هابرماسي جدا، انه لازم يبقى فيه ديمقراطية ولازم يبقى فيه دولة قومية ولازم يبقى فيه برجوازية ولازم يبقى فيه بابليك سفير علشان الديمقراطية تخلق لنا المجتمع المدني. اتصور انه ما يحدث مش بس في السعودية، في السعودية وفي كل المنطقة، بيؤكد انه ممكن جدا بسبب العلاقات الدولية، بسبب الانفتاح، بسبب كمان التطور الطبقي، يعني تطور الأزمات الاجتماعية في بلادنا، ممكن يبقى فيه مساحات، وأنا كاتبة لك لمنظمات وساطة، منظمات تنظيم ذاتي أي مع التطوع، ومنظمات للتعبئة، بغض النظر نحبها نكرهها، يعني ممكن جدا المتطوعين يبقوا جزء من المجتمع المدني السعودي. أنا مش لازم يبقى المجتمع المدني كله أي مع الأفكار الليبرالية، إنما هل في منظمات تطوعية في أي مكان؟ ده كان كلامنا عن لبنان، إنه هل المجتمع اللبناني كله سكلر؟ لا، المجتمع اللبناني في جزء سكلر وفي جزء طائفي. إذن بلاش أتصور إنه في سمت هامش للمناقشة عن أليات بناء المجتمع المدني في المنطقة العربية برا قراءة اليوروسنتريك اللي مستنية إنه تبقى عاملة تتطور وتعمل تنظيم عمالي بذاتي وسكك حديد، وبعدين مثقفيها يطلعوا يقعدوا في بابليك سفير ويتكلموا عن دولة القانون، وبعدين نشوف نقابات، وبعدين نشوف مجتمع مدني. يعني يمكن نقلبها بالعكس. ولما بشوف أنا دلوقتي بالذات مع وجود طلبة سعوديين، مش بس في جامعات اللبنانية إنما في الجامعات في العالم كله، لما بشوف قد إيه في حاجة اسمها روتة كوزموبوليتن موجودة ونيو جلوبالايزد يوث، بتصور ان كل دي مدخلات هتغير شئنا ام ابينا ما يحدث من حاسم او بين النظام وحاسمه كده، في ديناميات اوسع مجتمعية اوسع نتمنى ندرسها علشان نبطل نتكلم عن السعودية على انها السدرية والاب للاب والابن والاخ للاخ والجو ده، فما نعمل لهمش اسانسياليزاسيون كمان، يعني هم ناس بني ادمين زينا وحشين بس زينا فنذكرهم. وتاني بشكرك جدا على المحاضرة الغنية، و سأسجل اسماء من يريدون القاء اسئلة، الدكتور حسان عباس اولا، ثم يعني بس نتفق وبعدين ندي الكلمة. لم يطلب الكلمة إلا الدكتور حسن عباس، تفضل زميلي. شكرا دكتور على المحاضرة القيمة. عندي سؤالين وملاحظة صغيرة. السؤال الأول بخصوص ما كان يسمى منذ تأسيس الدولة السعودية الثالثة بثنائية العرش والدين، وليقال أن الملك فهد كان قضى عليها مع استعادة لقب خادم الحرمين الشريفين واستمراره مع كل الملوك الثلاثة أو الدين اللي تبعوه. هل تظنين أنه في ظل الليبرالية أو النيوليبرالية الناشئة في النظام الجديد يمكن استمرارية السيطرة على الطرف الدين في السلطة؟ ألا يوجد إعاقة ثقافية من قبل القوى الدينية المهيمنة اجتماعيا؟ سؤال الأول. السؤال الثاني، يعني نسمع أو نقرأ في كثير من الأحيان عن وجود خلايا حراكية في أماكن مختلفة في السعودية، يعني يحضرني الآن مثلا منتدى الثلاثاء الثقافي في الشرق
في القطيف كيف يتاح لهذه المنتديات الصغيرة التي تقوم بعملية إزاحة مقاومية، بمعنى أنها لا تقاوم مباشرة سياسيا، لا تعارض، وإنما تقاوم من خلال البعد الثقافي أو المجال الثقافي في عمل المجتمع المدني. ما هي مجالات أن تعيش هذه هذه الأشكال من المقاومة؟ وملاحظة، وهي فقط يعني هي تأكيد على ما قالته الدكتورة دينا، وإن كنا يعني في مكان واحد نعمل لكننا نتفق دائما، وهو يعني أعتقد أنه يجب أن يعني ليس يجب أفضل كلمة يجب يعني مفيد لي على الأقل أن نعيد النظر في قضية أنه هل الديمقراطية قبل المجتمع المدني؟ أعتقد أن المجتمع المدني يعني في كثير من التجارب حتى الحديثة في العالم أثبت لنا أنه هو المحرك أو المحفز على ترسيخ الديمقراطية. وشكرا مرة ثانية. شكرا دكتور حسان. اقترح ناخد الاسئله وبعدين. لا احنا قاعدين عندك خمس اسئله، في اي اسئله اخرى ولا نعطي؟ ايوه نوره. نوره طالبه بالاي يو بي اندر جراديت، تخلص السنه دي. جراديت سوري. كنت ابغى اسالك عن نوعية الناس، يعني قبل ما ندخل بالسيفل سوسايتي، أنا I wonder a lot about الوعي السياسي اللي أنا أشوفه مش موجود كثير بالسعودية، خصوصا عند الناس الـ young people، يعني ما أشوف عندهم كثير وعي سياسي، اللي هو الشيء اللي يجي قبل السيفل سوسايتي. و This is the thing in sorry العربي عندي ما كثير كويس بس more comfortable English. بس ليش تعتقدي يمكن انه هذا الشيء كذا، والناس اللي بيشتغلوا بالسيفل سوسايتي من وين يجوا، يعني من خبرتك انت تشوفيهم من وين، يعني هم ناس مثلا دارسين برا او رجعوا على السعودية، او ايش السبب انه ما في كثير وعي سياسي باليوث بالسعودية؟ سؤالي. Thank you. Julian, hello, you are Zina. Yes. أنا عندي بس سؤال بموضوع السياسة سلمان بشرق الأوسط. لماذا لم يتناقض سلمان قرار ترامب بموضوع السفارة الأمريكية في القدس؟ لأنه أنا فكرت إنه ممكن الستاتس القدس ممكن الحدود يعني بشكل عام بهذه العلاقة كتيرة فريندلي بين أمريكا والسعودية. شكرا. مرحبا. اوكي. مرحبا دكتور مداوي، شكرا للمحاضره. عندي سؤال، اذا حدا بده يدرس الدوله السعوديه، انت برايك انه خلص صارت الدولة عن جد مسيطرة من قبل MBS وخلص، يعني اذا بدك تشوف الستيت يعني السعودي ستيت خلص انه دغري يو ايكويتد تو MBS يعني and his يعني خلاص. You can let me ask in English, it's just easier. You know, you think MBS took hold of the state وخلاص انه that's it, that's because it sounds like it sounds a bit like that in your talk. شكرا على أسئلة قيمة استاذتنا. يعني القبيلة كوجود ممكن يأخذها الواحد على عدة مستويات، يعني هناك دراسات كبيرة صارت في الأنثروبولوجيا، لكن دائما القبيلة يعني نعتبرها ككيان
primitive, بدائي, يعتمد على البرايمورديال, يعني على النسب, على النسب, على الدم, علاقة الدم. لكن يعني هي أثبتت في العالم العربي أنها مستعدة لتجديد نفسها, وكذلك مستعدة أن تتعاون مع السلطة. لكن أنا أعتقد منذ 2003 خلال الاجتياح الأمريكي للعراق حصل نوع من تجديد القبيلة, وصار عندنا استعمال للقبيلة كرصيد سياسي, خاصة مثلا في إنشاء الصحوات في العراق, الصحوات في سوريا أعتقد أنشئوا, وكذلك في إعادة للقبيلة كنوع من صمام الأمان ضد التيارات الأخرى التي تتجاوز القبيلة, مثلا تيارات قومية يسارية أو إسلامية. البناء الاجتماعي للقبيلة. فالنظام عنده رصيد سياسي ممكن أن يستغله ويستعمله إذا كان محتل مستعمر أو نظام قمعي يعني. فالقبيلة يعني ممكن أن تعيد صياغة نفسها. فلكن الاستعمال النيو قبلية هو يعني استعمال مصطلح أعتقد أنه يعبر عن استعمال القبيلة في العصر الحالي لأسباب سياسية واستغلالها من قبل النظام. والقبيلة نفسها تستفيد يعني مثل entrepreneur يصيروا يعني إذا جاء محتل ممكن يتعاونوا معه كأي مجموعة يعني بشرية, ممكن أن يوفروا له القدرة على الاختراق العسكري لأنه عندهم رجال, عندهم يعني مركز عسكري بشري. فهناك استغلال لها. لذلك أنا بنظري أنه يعني نقول أنه المجتمعات العربية قبلية ليست إهانة, هذا مجتمع يعني هذا هو هكذا هو وسيبقى كذلك, وطالما أن هناك سلطات تستغل موضوع القبلية كما تستغل موضوع الطائفية ستبقى القبلية والطائفية. لكن القبلية كبعد اجتماعي موجود, موجود في الزواج, في العلاقات الاجتماعية, وربما لا ينتهي, ربما تخف حدته وربما تزداد حدته. لكن أنا أتحدث عن القبلية السياسية مثل الطائفية. طائفية يعني الطوائف في الإسلام موجودة من قرون, لكن politicization تسييس الطائفة وبناء المطالب على أساس طائفي هذا نوع يعني process يحدث تحت ضغوط سياسية معينة أو تاريخية. الاعتراض على اليوروسنتريك موضوع المجتمع المدني, يعني أنا أتفق معك أنه المجتمع المدني بشكله الأبرماسي أو الغربي هو يعتمد على تجربة غربية نمت في بيئة معينة لها تاريخ معين لا نستطيع أن نستوردها. لكن السؤال الثاني الذي يثير يعني نظريا عدة أسئلة, هل يا ترى الدين مجتمع مدني؟ هذا سؤال يطرح يعني تختلف الاتجاهات, يعني هل مثلا الطائفة ممكن أن تكون مجتمع مدني؟ ربما نحن عندنا إفرازات, يعني هل ميليشيا المسلحة مجتمع مدني؟ هل هناك مجتمع مدني مسلح؟ كل هذه أسئلة يجب أن نطرحها. لا نقول أننا يجب أن نستورد النمط الغربي الذي نشأ في فيينا في صالون كوزموبوليتاني, نشرب نحتسي القهوة ونتحدث بنوع من الانقطاع عن المجتمع والبيئة الاجتماعية. يعني لا نريد هذا النمط أن يسيطر على تفكيرنا عندما ندرس المجتمع المدني في بيئة عربية أو في بيئة سعودية. أتفق معك يعني. لكن هناك أيضا Global Civil Society, والذي حصل مثلا في بعد 2011 وهذا لم أذكره لكن يعني ممكن أن أتحدث عن أن خذي مثلا موضوع القومية العربية في الخمسينات والستينات, يعني كانت على تيار مثقف ووصلت تم التجاوب معها في السعودية بشكل محدود طبعا, لكن تم التجاوب معها, وضعوا الأشخاص في السجون بسبب أنهم يعني استجابوا لمشروع عبد الناصر أو المشروع البعثي, القوميات بجميع أشكالها التي كانت دارجة في تلك الفترة. لكن اليوم عندنا نوع ثاني هو grassroots global civil society, وكما ذكرتي أن عندنا مجموعات من الشباب أصبحوا يتعاملوا مع هذا الخطاب الذي يدور في العوالم الافتراضية ويحاول التواصل مع بعضهم من خلال ما حصل في عام 2011 وبداية في مصر. كان تجاوب يعني الشباب السعودي كبير جدا معهم, لكن لم يكن مسموح لهم أن يخرجوا من العوالم الافتراضية ويعبروا عن
التجاوب مع تجربتهم. ومن هنا يعني خطر الربيع العربي على نظام مثل النظام السعودي كان أكبر بكثير من خطر عبد الناصر في الستينات أو خطر القذافي في الثمانينات، لأنه كان جراس روت، يعني كان الشباب يتحدث نفس اللغة ويستعمل نفس الآليات. يعني صوت العرب عندما كان يبث على السعودية كان يخاطب مجموعة قليلة جدا، لكن هؤلاء الشباب كانوا يخاطبوا بعضهم البعض بمعزل عن السلطة، وهذا ما أخافهم. ومن هذا جردوا يعني أموال ضخت من أجل الانعكاسة النكسة، النكسة هذه الأهم من كل النكسات. لكن أنا عندي يعني بعض التحفظات على rooted cosmopolitan youth. هذول الروتد كوزموبوليتان يوث عندهم يعني they make a lot of noise بس لا يعبروا عن المجتمع العربي. ها يعني الكوزموبوليتان يوث نراه في الاي بي اون كامبس، انا اشاهده في الكامبس في لندن، روحي على الشوبينج سنتر ستجدينه يحتسي الكوفي شوب وما اعرف ايش موجود، لكن ليس هو فقط الشباب العربي، هناك شباب عربي يختلف عن هذا الشباب. لا يعني أنه ليس كوزموبوليتان، بالعكس أنا عندي يعني الباكستاني الذي يعمل في السعودية كسائق هو نوع من الوركينج كلاس كوزموبوليتان. فيعني يجب أن نتحفظ بعض الشيء عن هذا الروتد كوزموبوليتانزم، وما هي أهدافه وما هي مطالبه، وهل هو مشروع شخصي للحرية الشخصية أم مشروع أكبر منه مجتمعي. كشخص مجتمعي وسياسي. ربما هناك نظرية تقول أننا نبدأ من الشخصي ونتجه إلى السياسي، ولكن هناك نظرية تعاكس ذلك تقول نبدأ بالسياسي وننتهي بالحرية الشخصية. يعني هناك عدة نظريات. أنا بنظري أن هم فئة من الشباب العربي اليوم، هذه الفئة لا تمثل كل الشباب لكن موجودة، ويجب أن يعني نتعاطى معها، نبحثها، ندرسها. دكتور حسان، يعني الثنائية العرش والدين طبعا هي ثنائية بنيت عليها الدولة السعودية من يومها الأول من القرن الثامن عشر، لكن حدثت تغيرات وتطورات لم تبقى ثابتة جامدة. أنا بنظري أن الثنائية بدأت تتآكل منذ السبعينات عندما تمت مأسسة المؤسسة الوهابية ووضعها كمؤسسة تحت سيطرة الدولة، يعني تماما كما حصل مع مثلا الأزهر في مصر في الخمسينات والستينات، تم مأسسة الدين والسلطة، يعني استطاعت أن تضبط الوضع بخلق مؤسسة، وكذلك حصل ذلك في السعودية في السبعينات. كان هناك نوع من الـ division of labor، يعني السلطة سمحت لبعض المجالات أن تكون تحت سلطة المؤسسة الدينية، وهو الموضوع الشخصي، حرية الشخصية، المجتمع وأخلاقه، لكن لهذه المؤسسة الدينية لا سلطة على القرار السياسي، القرار الاقتصادي، العلاقات الخارجية. لذلك كان هناك الحيز الاجتماعي والحيز السياسي الاقتصادي والعلاقات الدولية. يعني هذا تم الاعتماد عليه خلال السنوات الثمانين السابقة عندما بدأت المؤسسة الدينية تتململ من زجها بال فقط الوضع الاجتماعي، كانت تريد أن تعطي رأيها بالوضع السياسي، تم القضاء عليها 1927 1965 1990، الاجتياح العراقي للكويت. كل هذه اللحظات كانت المؤسسة الدينية تقمع لأنها حاولت أن تخرج من القيد الذي فرضته عليها السلطة الدينية السياسية. لذلك أنا لا أستبعد أن في المستقبل مع ما يسمى الانفتاح الاجتماعي الذي سيحصل حاليا في السعودية أن تتململ المؤسسة الدينية وأن تقول أريد أن أثبت وجودي وأنا أعترض على بعض الإصلاحات الاجتماعية. لكن دائما هناك يعني ثنائية حرجة، لأن النظامين توتاليتاري، كل واحد يريد أن يسيطر على الآخر ولا يمكن أن يعيشا بسلام. أنا بنظري يعني واحد سيسيطر على الآخر، وفي السعودية طبعا الدولة عندها السلطة وعندها القدرة العسكرية والمال لأن تفرض إرادتها على المؤسسة الدينية، ولكن من المؤسسة الدينية يخرج من رحمها تيارات وحركات تعارض مسيرة الدولة السياسية والاجتماعية.
نعم، يعني موضوع الخلايا، لا أسميها خلايا بل هي الديوانيات، ما يسمى بالديوانيات طبعا، لأن التجمع، حق التجمع غير مسموح به إلا في المنزل. لذلك عندنا الإثنينية والأحادية وحتى منتديات نسائية يجتمع فيها مجموعات مثقفة أو يعني مجموعات تريد أن تناقش أمر يختلف عن أمر الشخصي. هذه المجموعات موجودة لكنها يعني تحاول أن تنفي عن نفسها الصفة السياسية، مجموعات ثقافية حتى لا تقع في مأزق مع السلطة. فالمناقشة طبعا أي مناقشة ستكون سياسية، يعني حتى لو أن مناقشة موضوع المرأة أو موضوع البيئة أو موضوع الجمعيات الخيرية، عندما يتم الاجتماع في مثل هذه المحافل الخاصة في منزل أحد الأشخاص أو في منتدى سيكون هناك نقاش وحراك، لكن هذه المنتديات يجب أن تخرج للعلن، يعني تخرج للعلن، ولكنها تؤصل لخطاب آخر لا يقبل بالخطاب الرسمي دائما، ولكنها أيضا تتعرض للاختراق وتتعرض للتجسس وإلى ما هنالك. يعني كثير من هذه الديوانيات تحاول أن تسجل المحاضرات على يوتيوب وتنشرها للنقاش. وآخر مرة تابعت يعني حالة مؤسفة بصراحة، كانوا هناك اجتماع لأعضاء من منتدى من المنتديات يناقشون رؤية 2030، يعني رؤية اقتصادية فرضت على المجتمع لا يسمح لهم أن يناقشوها. فكان عبد العزيز الدخيل دكتور في الاقتصاد وكان وكيل وزارة التجارة، يعني إنسان محترم خرج من الدولة وأسس شركة أو عمل خاص ومن ثم يعني استقال، فكان يعطي رأيه أن هذه الرؤية ناقصة لأنها لا تتضمن إصلاح سياسي، وأن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تكون ببيئة سياسية منفتحة، مشاركة شعبية، برلمان منتخب. تم يعني الصوت اختفى كليا. طبعا هناك ورقة قدمها لهذا المنتدى تم يعني وضعها على الإنترنت والكل اطلع عليها، لكن يعني هذا الوضع المؤسف وهذا وضع لا يعني لم يسجن حتى هذه اللحظة حسب علمي. عصام الزامل مثلا سجن من شهر تقريبا، هو اقتصادي ورجل أعمال صغير من الشباب، كوزموبوليتان، جلوبال كوزموبوليتان، يعني مشهور بستارت اب وليس يعني من طبقة يعني قادرة، ومن الشباب الذي حاول أن يعني يقوم بعمل اقتصادي مع شركات، وإنسان عادي قدم يعني رأي فقط برؤية 2003 كاقتصادي وليس سياسي، سجن منذ شهر سبتمبر، يعني صغير في السن، حتى هو جزء من هذا اليوث الذي يجب أن يفتخر فيه محمد بن سلمان لا أن يقمعه، إذا كان يعني يريد أن يطبق نظريته في الاقتصاد النيوليبرالي الحديث. نورة أعتقد الوعي السياسي غير موجود، أو هناك بعض الأسئلة ربما لم أسجلها. مضبوط. نورة الوعي السياسي غير موجود في السعودية عند الشباب، أعتقد ليس فقط في السعودية، أنا يعني أعرف من الشباب في بريطانيا فقدوا كل القضايا، يعني آخر حراك شبابي في بريطانيا كان ضد فرض الرسوم على الجامعات، لكن إذا شاهدت أو تابعت نسبة الشباب الذي يشارك في الانتخابات في بلدان ديمقراطية نسبة ضئيلة جدا، يعني في تيار أو ما يعني اسمه ربما دي بوليتيسايزيشن عند الشباب، وهو يعني حالة عالمية، يعني نحن شبابنا في السعودية أو في لبنان ربما ليس بمعزل عن هذا التيار، لكن هناك البعض زيادة على ذلك، هناك ثمن باهظ يدفعه الشباب إذا تحرك، إذا أعطى رأيه، يعني إذا لم تدور في فلك الدولة ومشاريعها لا يوجد حراك. فلا أعتقد أنه وضعنا خاص أو نحن يعني وضع غير
منسجم مع ما يحصل في العالم. يعني شبابنا يتعاطى مع ما يحصل في العالم كما يتعاطى الشباب الآخر. يعني عندما بدأت المظاهرات في العالم العربي شبابنا صار politicized فجأة، لأن هناك يعني قضايا مهمة يؤمن بها، ورغم أنه لا يستطيع أن يعبر عنها لأن الثمن باهظ. كثير من الشباب في الجامعات الغربية أو حتى في الأيوبي يخاف أن يقوم بأي حراك لأنه يستلم بعثة من الدولة، وإذا قام بأي حراك ستقطع البعثة. يعني هناك ثمن باهظ للدولة الرعية. سلمان وأنه لم يقم بأي عمل للقدس، هكذا ما فهمت، لأنه يعني مثل ما قلت لك هناك مقال لكريستيان أولريكسون عن التطبيع القائم بين السعودية وإسرائيل ومراحل هذا التطبيع. يعني ربما الصفقة التي تمت بين كوشنر ومحمد بن سلمان أنه التطبيع يعني القدس هذا هو الحاصل، يعني هو له رمزية القدس بصراحة في العلاقات الدولية، يعني عمل غير قانوني. لكن أنه السعودية لم لا أستغرب أنا أنها لم تعبر عن أي رأي أو أن تدعو لقمة إسلامية عربية، ليس من المستغرب أنا بنظري. أصلاً يعني هناك إذا تقرأ الصحافة وتتابع الصحافة السعودية هناك تمهيد لنورماليزيشن، نورماليزيشن لموضوع إسرائيل، أنه قضية فلسطين ليست قضيتنا أنيمور. هناك من يكتب في الصحافة السعودية أن إسرائيل لم تعد العدو الأول. هناك كتاب سعوديون كتركي الحمد يغرد أن لا تتطاولوا على القدس، يعني استغليتوا الموضوع زيادة عن اللزوم. زينة أنه محمد بن سلمان هو يعني خلاص انتهى الموضوع، لا هو بروسيس، هو بروسيس ربما تنقلب المعايير يما أن يأتي أحد من الأمراء، يعني لا نعرف. أنا وصفت الوضع الحالي لكن لا يعني أن الحكم مستتب لمحمد بن سلمان وسيبقى ملكا إلى أن يصبح يعني 90 سنة عمره. لا نعلم ما هي التغيرات التي ستحصل. لا أعتقد، يعني هو شخص كشخص، لكن هناك آليات أخرى يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عندما ندرس الوضع السعودي. محمد بن سلمان هو الواجهة، أصبح هو الواجهة، لكن هناك يعني بنية يجب أن نعرف ما هي قبل أن نعرف من هو محمد بن سلمان، من أين أتى، ما هي التغييرات التي ستحصل، هل نجح أم لم ينجح. يعني تقليص الدولة السعودية محمد بن سلمان يعني غير صحي بحثيا. أعتقد أنه أسئلة وفيتي وما بس ممكن نسأل سؤال تاني طالما عندنا شوية وقت. في قراءتك اللي قدمتيها في المحاضرة شيء مسكوت عنه أو تعمل بشكل هميشي، هو الكلام حوالين المورال ايكونومي بتاعت الدولة السعودية، لما كلمتي على انه المواطن السعودي لا يقارن نفسه بالمصري انما يقارن نظرية الحرمان النسبي المهمة في بناء الحركات الاجتماعية او المجتمعات المدنية. متشكرة جدا، ياريت بس اكمل السؤال. مرسي شكرا. مسألة انه بن سلمان بيبني شرعيته على أساس الانفتاح الإسلامي أو تقديم صورة إسلامية منفتحة جديدة، قراءة أنت ركزت عليها فيما عدا القراءة الثانية اللي بتقول أن محمد بن سلمان سيعيد مجد دولة الرفاه، دولة الرعية النشطة والكفء، وده بان في تحسين الأجور، بان في تخفيض بعض الضرائب. فما شفتش أنا لغاية يعني بشكل كبير في قراءتك أساس جديد محتمل لشرعية محمد بن سلمان قايم على بناء اقتصاد معنوي جديد مع المواطن السعودي اللي هو في لحظة حرمان نسبي شايف انه القطري والإماراتي عندهم فرص للحراك، والحراك بكل المعاني الاجتماعي والفيزيكال والأخلاقي والزواج وكله أكتر منه،
واللي مش تعبت جدا في ثنائية إيران والسعودية. هل نقدر وفي خطوات جنب الخطوات اللي عملها لانفتاح الإسلام، عمل خطوات في مسألة رجوع الدولة الرعاية، كيف ترين فرص محمد بن سلمان في إنشاء دولة رفاهة جديدة تضمن له ثبات نظام؟ يعني هو شوف، لما كانت ثنائية السلطة الدين والعرش، العرش والدين، ثنائية العرش والدين، كانت الشرعية مبنية على أن نحن دولة إسلامية، الدولة الوحيدة التي تطبق الشريعة، الدولة الوحيدة التي تطبق الحدود الشرعية في الجرائم، في القتل، في التعزير، كله. فكان يعني الشرعية مبنية على أننا دولة إسلامية، ليس فقط في الداخل، وإنما نحمي المصالح الإسلامية للعالم الإسلامي. فهذا الخطاب بدأ منذ عهد الملك فيصل، لكن إلى جانب هذا الخطاب كان هناك ما شرعية الإنجاز. شرعية الإنجاز أننا نحن الدولة التي توفر للمواطن كل الأشياء التي تفضلتي بها. شرعية الإنجاز طبعا ليست شرعية دائمة، متعلقة بدورات في انخفاض وارتفاع أسعار النفط. يعني التقشف كان يمر، مرت به السعودية في الثمانينات، مرت به في التسعينات، لكن الفترة الأخيرة منذ تولي الملك عبد الله للعرش تزامنت مع أكبر يعني تزايد لسعر النفط عرفته السعودية، ولذلك ارتفعت التوقعات، ارتفعت توقعات المواطن أن الدولة ستوفر له الكثير والكثير. وكان الجزء من عدم تطور الحراك السعودي إلى حراك مهم عام 2011 هو عندما جاء الملك عبد الله من رحلة علاجية في الولايات المتحدة، أنزل يعني تم هناك الإعلان عن أكثر من ملايين الخدمات التي ستتوفر للمواطنين السعوديين، وخرجت المظاهرات المسموح بها فقط هي عند استقبال الملك عندما يأتي إلى المطار، خرجت المظاهرات شكرا للملك الذي وعدهم بالسرة في المستشفيات جديدة، طب، علاج، تعليم، وظائف حكومية، وكذلك وظائف في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كان يريد إرضاء هذه الشريحة في المجتمع التي تريد تزمت أكثر وتطبيق صارم للقيود. الآن مع محمد بن سلمان، نعم هناك شرعية الاقتصاد الجديد والانفتاح الاجتماعي، يعني هو يعد الشباب أننا سننهي العصر الذي كنا فيه مغلوبين على أمرنا تحت سلطة الوهابية الصارمة، هو لا يقول ذلك بس هذا الترجمة لما يحصل، وأننا سنفتح الباب على مصراعي للتواصل مع العالم. فالانفتاح الاجتماعي هو يبني شرعية جديدة على أساسه. ما هي تداعيات ذلك سنرى، يعني الإعلان جديد ولا نعرف حتى هذه اللحظة كيف سيتعامل المجتمع. يعني ربما أن البعض يستغرب أنه كيف هذا المجتمع الذي تربى على الوهابية خرج إلى الشوارع يرقص. أنا بنظري أن السلطة القمعية التي مورست في السعودية جعلت الشباب يعتقد أن أقصى حريته هو أن يخرج بسلام وأن يعبر عن نفسه في الشارع كبديل لأي تعبير سياسي. فلذلك الترفيه هو نوع من يعني الفعل الجمعي لتفادي العمل السياسي. فعندما خرج مشروع السماح للمرأة بالسيارة، يعني النساء اعتبروه نصر وفتح مبين، لأن هذا أصبح يعني أقصى ما يمكن أن تتمنيه، وهو يعني حق ليس حرية، هو حق التنقل. انتظروا إلى قرن 21، وعندما أتى هذا القرار اعتبر أنه القرار التاريخي، فصار أقصى حدود الطموح هو الترفيه، لأن المجتمع يعني الشباب حرم من الحياة الطبيعية، وليس الحرية، حياة طبيعية، أن
يجتمع زميل في الدراسة مع أحد في قهوة في الحرم الجامعي أو في شوبينج سنتر ليتحدث عن موضوع ثقافي. يعني أصبح الشباب يعني الطريقة التي تعود عليها تطبيق القانون في السعودية هو أن أنت مجرم كشاب يعني يجب أن تبتعد عن المساحات التي تؤدي إلى اختلاط أو تؤدي إلى خلل اجتماعي أخلاقي. لذلك يعني الشاب أصبح متهم شاب. كثير نتحدث عن المرأة السعودية والاضطهاد الذي يقع عليها، لكن الشاب أيضا هو يقع تحت اضطهاد لأنه هو متهم. أينما كنت أنت يعني potential rapist. فلذلك يعني هناك طموح شخصي تم مصادرته خلال فترة طويلة. لذلك عندما جاء هذا الانفتاح منذ فقط أشهر يعني لقي تجاوب مع الشباب ومع المجتمع. يعني لا يوجد خيار شخصي، كان هناك فرض لنمط معين من التصرف في الحيز العام وحتى في الحيز الخاص. يعني ممكن أي لحظة يتم السطو على منزل ودخوله وتفتيشه بحجة أن هناك أعمال غير أخلاقية تقوم به. يعني هذا النوع من المجتمع يعني أصبح يخاف الخوف على حريتك الشخصية. فعندما أتت بعض الحريات، وليس كل الحريات، يعني بعض الحريات الشخصية أصبح هناك احتفال بها. دكتورة مداوي رشيد، احنا شاكرين جدا لمحاضرتك وللمناقشة الثرية، ونتمنى انه ده يتحول لطقس سنوي انك تيجي تتكلمي معنا عن المجتمعات المدنية في السعودية وفي الخليج. وشكرا لك مرة اخرى. العفو، شكرا لك.